كتخدمش كتجلس في الدار ولا ما كتجلسش في الدار كتبقى ام. راه الحضن ديال الام ما كاينش بحاله. خواتاتي كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتكون اموركم هانيه وبصحه جيده. صراحه اليوم غادي تقولوا مال هذه ما تكملتناش التتمه ديال الفيديو بدات لنا حاجه جديده. اليوم جيت نطرق لواحد الموضوع ونهضر على واحد القضيه اللي الصراحه ضراتني بزاف بزاف، وبما اننا يعني كاملين اباء وكاملين امهات وكاملين وليدات كان ما قال واحد ما كيعرفش شنو يكتب عليه الله. بغيت نهضر في واحد الموضوع اللي عنده علاقه بالجوهره المغربيه، مع الاسره ديالها، مع الطليق ديالها، مع وليداتها اللي ولات صديقه ديالي، شركنا الطعام، شركنا اسرار، شركنا شحال من حاجه. اليوم جيت نهضر ونوضح واحد الامور. بقاو معايا في الفيديو ما تمشيو فيه. بالنسبه للناس الجداد كنقول لكم مرحبا بكم في القناه، ما تنساوش دائما الدعم ديالكم والاراء ديالكم والانتقادات ديالكم كتهمنا وكتخلينا كنزيدوا للقدام، كتخلينا دائما نبقاو في تحسن بالقناه ديالنا. الا كانت شي حاجه كتصلح غادي نصلحوها. المهم ما نطولش عليكم في المقدمه وندوزو نيشان باش نشوفوا الموضوع. بالنسبه للموضوع البنات، اليوم جيت نهضر على يسرى ستيل اللي ضرت انها تخرج من الدراسه ديالها لاسباب معينه، الاسباب اللي كتخص الاسره ديالها. ما غاديش ندخل في داك المواضيع حيت داكشي كتبقى حياتهم الخاصه. غير اللي بغيت نهضر واللي بغيت نشير ليه هو ان الفيديوهات اللي ولات كتروج دابا في اليوتيوب والهضره اللي ولات كتدور على هاد الاسره هذه وعلى الخصوص بالخصوص على يسرى ستيل ولا الجوهره المغربيه. اللي بغيت نطرق ليه ان الام كتبقى ام كيف ما كانت، كان زوينه ولا ما زويناش، كتخدم ولا ما كتخدمش، كتجلس في الدار ولا ما كتجلسش في الدار، كتبقى ام. راه الحضن ديال الام ما كاينش بحاله، وحتى الاب حتى هو كيبقى جزء من العائله، كيبقى هو اللي كيخدم، هو اللي كيعاون، هو اللي كيدير كلشي وكيوقف مع وليداته، هو السند ديال الدار، هو الركيزه الاساسيه ديال الدار. يعني حتى لما كانش عندك خوك كبير كبر منك ولد كتقولي راه عندي با، راه كاين بابا غيحميني، كاين بابا غيحضيني، بابا ضربك شي واحد كتعيطي بابا، غوت عليك شي واحد كتعيطي بابا. ولكن الا ضريتي في الاحساس ديالك في يعني شي حاجه اللي مساتك في قلبك دائما كتعيطي امي، كتقولي اه ماما راه فلانه دارت لي، ماما فلان ضرني، فلان دارني، كتبكي وتشكي على امك. اما الاب كيبقى فقط وسيله ديال الحمايه ديال الاسره، هو اللي كيحضن داك الاسره. مهم ما علينا، انا ما غاديش ندخل في شي مواضيع اللي داكشي كيعلم بهم غير الله ما بين الازواج، ربي اللي كيطالع على داكشي وهو اللي كيعرف اشنو كاين. غير باش ان البنت تخرج من الدراسه ديالها سواء هي او لا اي طفل في هذا الوقت يقدر، حتى واحد ما عارف راسو شنو غيوقع من هنا لغدا. اي واحد طاح في داك الموقف ما يفرطش في قرايته، القرايه راه هي كلش، القرايه ما كتعوضش. الصنعه الا واحد تعلم الصنعه ما فيها باس، كيقول لك كتعلمي الصنعه في الصغار كتبقى لك يعني هذيك فقط يعني احتياطيه في الحياه، ما تفرطيش كيف ما كنقولوا في القرايه، ما سخرش الله في شي خدمه في شي وظيفه، كتلقاي داك الحرفه اولا داك الصنعه اللي تعلمتي من الوالدين ديالك هي اللي كتخدم عليك. ما علينا، اول حاجه البنت مازال مراهقه، مازال في سن صغير، مازال صغيره، الوليدات مازالين صغار ما كيعرفوش شنو هو الخايب وشنو هو الزوين. عندهم مازال عندهم يشدوا طاكسي يمشيو عند باباهم، يشدوا طاكسي يمشيو عند ماماهم، ولكن خص الوالدين يفكروا في هذا الامر هذا. راه الوليدات ماشي لعبه بين يديكم، الوليدات خصكم تلقاو لهم واحد الحل وسط اللي تفكروا فيهم، ماشي لا غادي نمشي ندير فيديو مع بابا وغادي نصور فيديو مع بابا ويطلونص هذاك الفيديو ومن بعد نقولوا لا انا غنمشي عند ماما، ونمشي عند ماما نجلس معاها شويه ندير فيديو ويطلونص ونقول لا انا غادي نمشي عند بابا. وكيف ما كان الحال الام ما كدوش الوليدات ديالها. انا خرجت معاهم وجلست وشفت كيفاش كتخلي داك الابتسامه تبقى في وجه وليداتها، كيفاش كتحضن عليهم يعني داك الحب اللي كتعطيهم مضاعف على ان على حب اللي كتكوني انت مع امك عايشه معاها. يعني كتحضن عليهم بطريقه بحال انهم خايفين يضيعوا منها، خايفين ان يجي واحد النهار تفيق ما تلقاهمش. الله يحسن العوان، يمكن ما كتجلسش في الدار باش تسهر عليهم بالليل، ولكن راه طرف الخبز ما ساهلش، كتخرج تخدم كتاخذ الصنيعه. الله يحسن العوان، راه التصنعه ما ساهل، لا كل شيء صعيب، راه باش تبقاي حانيه على الشوكه وكتخدمي وتحني هنا وتحني هنا وتدوري هنا وفي الليل وتمره، راه ماشي حب ولا عشق عندها في داك الشيء. غادي تخرج تلع هي في الزنقه تخدم وتسمى انها سامحه في وليداتها. بزاف ديال اليوتيوبرز خرجوا كيهضروا كيقولوا الجوهره المغربيه جلسي من الخدمه وجلسي قابلي وليداتك. راه اليوتيوب ما كيوكلش، ما غنكروش خيره، فيه واحد البركه الواحد كياخذها، ولكن واش غيخلص لك الضو، يخلص لك راه، يخلص المصروف، يخلص المدرسه ديال الوليدات؟ ضروري خص داك الخدمه تكون.
هذا بالنسبه للناس اللي كيقولوا لها جلسي من الخدمه وسيري جلسي قابلي وليداتك، هذا راه ماشي حل. الوليدات راه كيتقابلوا، حتى حنا عندنا والدينا كيخدموا وفي نفس الوقت مقابلينا، ولكن الظرف اللي فيهم هما الله يحسن العوان مازالين صغار، مازال الافكار ديالهم شتى، ما عارفينش شكون يرضيو. كتمشي عند الام كيبقى فيك الاب، كتحازي عند الاب كتبقى فيك الام، كيبقاو فيك خوت، كتشوف فيك مره يعيطوا ماما مره يعيطوا بابا، الله يحسن ليها العمان. غير اللي بغيت نشير ليه ان الوليدات ما كيتلاموش على هذا الشيء، ما خصهمش نلوموهم ونقولوا لا. كنشوف لي كومونتير كتكتبوا لي لهم يسرى ستيل سيري عند ماما جلسي معاها، باباك راه راجل، باباك حقا راه باغي يتزوج، باباك غير خرج تيسمح فيك، باباك غير داكشي. ما تعمروا لهمش راسهم بداك الشيء، نصحوا البنت كيفاش تكمل حياتها، كيفاش تقرا قرايتها، كيفاش تحافظ على خوتها معاها، تحوزهم، تخدم. اليوتيوب هوايه ولا خدمه ما كيهمش، المهم كتعبر على داكشي في حياتها، كدير داكشي اللي بغات. ما تحرشوهاش على امها او لا تحرشوها على باها، خليوها تبقى افكارها مثبته، ما تشوشولهاش الافكار ديالها لا بابا كيستغلك لا ماما كتستغلك. ماشي سخكم في هذا الشيء، ما تدخلوش في هذا الشيء، فقط دخلوا بخيط ابيض، سواء العائله المقربين ليها او لا نتوما اللي كتتبعوهم، راكم عائله وحدين منهم، هضروا ودخلوا بخيط ابيض. ما تدخلوش بشي حاجه اللي غادي تسيء لذاك الوليدات غدا ولا بعدو، غادي يكبروا ويشوفوا داك الفيديوهات وغادي يكونوا عندهم العقل وكيعرفوا كل حاجه اشنو المعنى ديالها، كل وحده غادي تاثر فيهم معنويا. يعني ما غاديش نقول لكم انا لا ما تعطيوش اراء ديالكم، هذاك من حقكم، عطيو الراي ديالكم، قولوا اللي بغيتوا، ولكن في اطار ما تدخلوش في خصوصيات ديال الناس. انا كنهضر غادي نوجه رسالتي وغادي ندافع على اختي الجوهره المغربيه، بحكم انني شفتها كيفاش مازنه على وليداتها، كيفاش محتاجه وليداتها يكونوا في جنبها، محتاجه الحنان ديال وليداتها، تشوف وليداتها كيضحكوا كيدوروا بها في الدار. حتى انني ام ما نبغيش ولدي راه الا مشغي عشيه هكا خرج مع باه وما شفتوش نهار كله اولا شي حاجه، كتبقى شي حاجه ناقصك، حرقك غير قلبك، سمحوا لي، حرقك غير قلبك، كتقولي واقيلا شي واحد فولادي وقعت له شي حاجه، واقيلا شي حاجه كاينه. علاش انا نبقى كنساين حتى نشوف ولادي في الفيديو عاد نعرفوا واش واكلين واش لابسين فين مشاو فين جاو، هما ولادي كبدتي، خصني انا الاولى بهم اللي كون عارفاهم شنو دايرين. هذا راه ماشي حل، هذه راه ماشي طريقه باش نديرو وقت. غادي نديرو حنا استعمال الزمان، السبت في الصباح عند ماما، السبت في العشيه عند بابا، اثنين غادي ندوزوه هنا، اثنين غندوزوه هنا، هذا راه ماشي حل. خص دائما ناخذ حل وسط، الوالدين كيبقاو فوق راسنا، كلشي كيكافح، الاب كيكافح، الام كتكافح، حتى واحد ما خلق كبير، حتى واحد فيكم ما خلق في داك العمر ولا خلقيتو كلكم كبارين اولا واكلين وشاربين ولابسين، كاملين كنخلقوا صغارين وكنطلعوا بفضل الله وبالروح اللي فينا وبالمعاناه ديال الوالدين ديالنا اللي كتكون معنا، هي اللي كتخلينا دائما نزيدوا للقدام. واي حاجه كيبنيوها والدينا هي اللي كنحصدوها حنا في التالي، اي حاجه كيديروها هاد الوليدات ولا اي حاجه كيقولوها راه كتبقى على حساب داكشي اللي نتوما المتتبعين اللي كديروه ليهم، نتوما اللي كتقولي لهم لا ما تكتبيش داكشي، ما تكتبيش في العنوان بابا دار لي ماما دارت لي، ها شنو ديري وها شنو ديري. هي فقط كتبغي تعبر، تعبر على داكشي اللي عندها. اما الجوهره المغربيه انا حاليا تلاقيتها وشفتها مأثره بزاف بزاف على وليداتها، متشوقه لوليداتها لدرجه انها كتخدم وراسها مرفوع، ما كديرش شي حاجه اللي غادي تسيء ليها ولا لعائلتها ولا لوليداتها، يعني خدمه شريفه والعالم راه باسره والناس ديال فاس والمتتبعين ديال الجوهره المغربيه راهم كلهم حاضرين وكيشوفوا داكشي اللي كدير سعاد. المهم ما غاديش نزيد نطول في الهضره حيت صراحه الموضوع كبير بزاف بزاف، وحنا عندنا الحق فيه غير شويه اننا نهضروا عليه، ما عندناش الحق انني ندخل ونتعمق في شي حوايج اللي ما كيعنيونيش. اللي بغيت ناكد عليه ان الدراسه هي مهمه، سواء ليك ولا لخوتك الصغار ولا لواحد اخر ولا لكل شيء. انا فعلا سمحت في قرايتي وتاثرت وندمت على قرايتي وما نكرهش من غدا نبدا نقرا، ما فيها باس. الا انت خرجتي خدمتي واحد الصنيعه ما تخليش خوتك يتبعوك، ما تخليش مستقبلك يضيع، كملي قرايتك، ما تضيعيش قرايتك غادي تندمي عليها. الفلوس ملحوقه، اليوتيوب ملحوق، اي حاجه ملحوقه، ولكن قرايتك هي الاولى، هي اللي غادي تخليك انك يكون راسك ديما مرفوع، ديما اللي بغيتيها غادي تلقايها، كتكون عندك قيمه سواء مع والديك ولا مع الاسره ديالك، مع العائله القريبه، مع كل شيء. المهم كنتمنى الرساله ديالي تكون واضحه، وكنتمنى الناس دائما التعاليق اللي غتكتبوا بالسيغتو في القناه ديال يسرى ستيل كتبوا شي حوايج محترمين اللي تشجعوها وتنصحوها بهم، ماشي لا قطعي ظفارك لا بسيري عند ماماك لا باباك ما باباك كيستغلك لا باباك كيدير لك. اللي غادي يقول شي حاجه غنبغي انها تمشي عند امها
سيره بنتي عند ماما، جلسي مع ماماك شويه، فرحيها، جلسوا جمعوا في الطبيله، ديروا فعلوا، ماشي لا باباك كيدير لك كيدير لك كيدير لك وماما كدير لك، لا سيري عند باك راه امك خايبه وامك خايبه، راه القطه كتهز وليداتها بسنانها وما كتاديهمش. واش كاينه شي ام لاش ولداتهم اللي غادي تضرهم؟ علاش كتخرج تخدم؟ فين كتمشي تخدم؟ داك الفلوس اللي كتجيب لمن كتمشي؟ لمن كتعطيها؟ غير لوليداتها. عافاكم، دائما دخلوا بخيط ابيض، نصحوا الا غتنصحوا وغتقولوا شي حاجه قولوها مزيانه، ما تدخلوش في شي حوايج اللي ما كتعنيكمش. والجوهره المغربيه راه الصراحه ونعم المراه، كتبغي وليداتها، كتهلا فيهم، يعني انا جلست معاهم وشفتها كيفاش كدير الخاطر وكتبغيهم. المهم من هذا المنبر كنقول لك شكرا لك بزاف، والصراحه ام وما شاء الله عليك، يعني شفتي كيفاش كتعاملي مع وليداتك، ان شاء الله غادي تجمع الشمل وغادي ترجع وليداتك عندك، ويسرى ستيل غادي تفهم هذه الهضره هذه وغادي تستوعبها ومازال نتلاقى بها ان شاء الله ونصحها، بما انني يعني كبر منها في العمر ودايزه في تجارب كثيره انا. اي حاجه كنستافد بنات، ما نطولش عليكم، الفكره راها واضحه وصراحه كاين بزاف ما يتقال، ولكن ما كنبغيش نجرح، هي كتبقى صاحبتي ويسرى شركت معها الطعام وجلست انا وياها وكتبقى صاحبتي، ما نقدش نقول شي حاجه اللي يضرهم. الله يهدي ما خلق، الله يهدي ما خلق، ولكن الام راه كتبقى هي كلشي، راه الا ما كانتش الام في الدار ما كاينش شي حاجه اخرى، راه الا كانت مرت الاب راه ما تهلاش فيك بحال اللي كيتهلا فيك باك. وشكرا لكم على المتابعه، وشكرا لكم بزاف، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.